الكرياتين بتاع شعري. استنى عندك يا هولاكو، انت ممكن تعمل اتش ار لتر للبنك وتاخد بيه كارد كرياتين. انت بتتكلم بجد؟ ريلي ريلي؟ اه بس في حاجه تانية، انا مش ولد، انا بنت واسمي ريتاج. انت ممكن تسمعني بس وتبص على شكلي وانا بتكلم. لا 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 لا، مش هتلخبط هولاكو، ما يتلخبطش. عارف ليه؟ ليه؟ ان هنا السؤال بيطرح نفسه، يا ترى هولاكو هيعمل ايه؟ هياخد عمركو. لا مش معقولة تقتلنا دلوقتي يا باشا والحكومة هجمت وتتقفش وانت بتتموتنا يعني. خلاص تعالوا كلكم عندي. هو انت ساكن فين؟ المقطم. لا مش هينفع، النهاردة الخميس، هتلاقي صلاح سالم فوق بعضه. فعلا شارع 9 بيبقى حاجة باشا. نروح العوامة بتاعت العجوزة. انا عندي اقتراح ممكن اقوله. اوكي اتفضل. ممكن تاخدنا كلنا على كوبري الجامعة نشرب حمص الشام وترمينا بعد كده، وبعدين تبقى تحاسب الراجل عادي. ما تتكلمش تاني. طب استأذن انا بقى يا باشا واسيبكوا تقضوا اجازة سعيدة ونشوف حاجة جديدة مفيدة. يلا 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 يلا. طب ما تيلا عشان البوليس مستنينا برا. فعلا مظبوط. فين باب الجنينة؟ من هنا. اوكي ليتس جو. شفت؟ جرب بقى، جرب الخوف اللي انت كنت مخوفه لنا. سامحونا يا اولاد، معلش انا اسف. اهو اهو. فلاشه فين؟ هو احنا لو معانا الفلاشه مش هنديها لك ليه؟ مش كده يا سحاوي؟ صح صح يا باشا، انا كنت خاطف الناس دي، دلوقتي بقيت مخطوف. انا عايز اعرف الفلاشه دي عليها ايه وانا اعمل ولد. مش هتعرف لا شكل ولا صوت ولا حنجره. الفلاشة دي عليها الألبوم بتاع حمائي الجديد. هو أنت خاطفنا عشان تسمعنا ألبوم حمائي؟ بالظبط، علشان لازم أسرب الألبوم قبل ما ينزل. ليه؟ عشان أفش غلي وأخد حقي. مش أنا عايز أعرف إيه اللي بينك وبين حمائي؟ اللي بيني وبين حمائي كتير قوي. ربنا دي من المعروف. ايه؟ ربنا دي من المعروف يا بنت. حلوة عجبتك؟ ها؟ ما عجبتنيش. أنا آسف. مفيش أي حاجة بتعجبني في الحكاية دي. أنا هحكي لكم الحكاية من البداية. زمان زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير، تعب القلب وتحير. ايوه ايوه بس ده هشام عباس مش حمائي. مش هتفرق يا عم، خليه حمائي. كلهم داسوا عليا. نعم هشام وحمائي وكاظم كلهم.